حنا رجال نزوة لاقانا الخبر، نسبق اللهفة والشوق واللب الندى، نسبق اللهفة والشوق واللب الندى. باه باه جدي عمي، ما ما جدتي عمتي، قوموا قوموا جايين اهل النزوة يشاركوا في مهرجان خليف صلالة. والمسلمين كبرا، أسود أولاد الأسود، أسود بحر طم، أسود حجر صم، أسود سيل عام، أسود مشهورين، أسود مغفورين، أسود رجال قابوس، أسود أهل الناموس، والملك لله دوم. والمسلمين كبر، الله أكبر. الحمد لله الكريم، رب يا له شان عظيم، خالق صراط المستقيم، ميزان حق وامتحان. أيواب صلوا على سيد الأنام، شفيعنا يوم الزحام، ما حظوظ من صلى وصام، يلقاه في حوض الجنان. أيواب تالي المثل بنشد نشيد، من خاطري قلت أكيد، في شعب فرحان وسعيد، مرفوع راس للعنا. واليوم في أرض الندى، أرض الكرامة والعلا، محافظة ظفار اعتلت فوق السماء، في مهرجان المحبة والسلام. سطر ويا تاريخ قول، قولا يا له فعلا ووصول، علي في ضرغام وشبول، في عرينهم يدعى عمان. سطر ويا تاريخ هات، كلنا آذان صاغيات، أذكر زمان المنجزات، زمن الرخاء زمن الأمان. أيواب عهد الفضائل والنعم، عهد التسامح والشيم، لو قمت أعدد ما يتم، يا عجز يعدد اللسان. أيواب يا عجز وبيقف المداد، والخير دايم في ازدياد، بوجود سلطان البلاد، كأننا في روضات الجنان. أيواب من مثلنا يا ناس من في عهد خالي من المحن، لا خوف لا ضيم وفتن، والحق محفوظ ومصان. أيواب الله يدومك بن سعيد، حاكم وذا الراي السديد، شخصك فهالدنيا فريد، لا انت يا سيد عمان. أيواب أشر ولك طوع الأمر، لجلك حنا نسوم العمر، لو كان نار تستعر، بنخوضها واللي كان كان. أيواب هذا وأختمت المقال، وارجو السموحة يا رجال، لو كان يسمح للمجال، لأنشدت لين الصبح بال. والمسلمين
انكبر. الله أكبر. لا 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 لا. من نزوى الثقافة جينا نشارك لصلاة الخير أرض اللباني. من نزوى الخير أرض اللباني. من نزوى الثقافة جينا نشارك الصلاة للخير أرض اللباني. يا زال الصلالة نورت المكان في أرض المحبة وأرض السلام. في أرض المحبة وأرض السلام. يا زال الصلالة نورت المكان في أرض المحبة وأرض السلام. في أرض المحبة وأرض السلام. من نزوى الصلالة جينا نشارك أرض الخير أرض اللباني. في أرض المحبة وأرض السلام. من نزوى الثقافة جينا نشارك لصلاة الخير أرض اللباني. السلام. من نزوى الثقافة جينا نشارك لصلاة الخير أرض اللباني. لصلاة الخير أرض اللباني. عسى يصلى أرض المحبة أرض المحبة أرض السلام. جينا نشارك الأرض أرض اللباني. لصلاة الخير أرض
مركبين في البحر وقايم الهند علو عن مركبين في البحر قايم الهند علو ليالي ويولي حال شالي ولي علو ليالي ويولي حال شالي ولي علو استعجب الناس ويوم خدوم ملك عرب علو واستعجب الناس ويوم خدوم ملك عرب علو ليالي ويولي علو ليالي ويولي حال شالي ولي علو شالي ويولي عمر اسمه بدوار علو يا ناظم الخب عمر اسمه بدوار أيضا من الفنون الشعبية العمانية الموجودة في ولاية نزوة كما لاحظنا سابقا فن العازي وهو الفن الفنون الرجالية ينتشر طبعا هذا الفن في مختلف ولايات السلطنة ويشارك فيها عدد كبير من الرجال وأيضا نلاحظ الآن فن الويلية ويعتبر هذا الفن فن الويلية أحد الفنون النسائية التي تمارس في عدد المحافظات السلطنة وهي تؤدى بمصاحبة أنواع من الطبول مثل الطبل الرحماني والرنة والكاسة ناس علوم ربي انه عرب وتفود وبونا ليالي ويولي حال شالي ولي علو ليالي ويولي حال شالي ولي علو حمبي وحبيبي وحمبي حرموني يا علو حمبي وحبيبي بحمبي حرموني يا علو ليالي ويولي حال شالي ولي علو ليالي ويولي حال شالي ولي علو من كان من حرمه حرم هلا ميعيشي تعالوا من كان من حرمه حرم هلا ميعيشي تعالوا ليالي ويولي حال شالي ولي علو ليالي ويولي حال شالي ولي علو من كان من رجال عسى قيض ولا شد تعالوا من كان من رجال عسى قيض ولا شد تعالوا ليالي ويولي حال شالي ولي علو ليالي ويولي حال شالي من كان مصغير صباح من الليل متغير علو من كان مصغير صباح من الليل متغير علو اليوم وكأنك عزيز المشاهد في ولاية نزوة واللي ما حضر في مسرح الولايات أكيد ما راح تفوت إن شاء الله المتابعة ويستمتع بمتابعة هذه المشاركة الجميلة القادمة من محافظة الداخلية ولاية نزوة. بصراحة عن نفسي كاني وصلت اليوم ولاية نزوة استمتعت. الشيء الجميل مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام حرف صغار كبار الأبناء يتعلمون من الآباء والأجداد والأجمل أيضا التعريف بالنسبة للزائر إن كان اللغة العربية موجودة وحتى باللغة الإنجليزية. بما أننا وصلنا إلى هذا الجناح أو هذا القسم قسم الجذاعة مساك الله بالخير يعطيك العافية ومرحبا وسهلا والله ونورت الضفاف بارك الله فيك في الدنيا والآخرة. هات أعطنا كيف الوقت كم الوقت وش تسوي صار لك ساعة اسمع الصوت الآن أنا بشتغل مشان الإذاعة أطيح الخيل وأسوي منه قذوع مشان البيوت وهذا الآخر يبني وبأسوي قذوع حال هذا البيت. كم الوقت يحتاج؟ يحتاج له والله واجد ساعة ساعتين ثلاث ساعات. تأخذ جهد متعبة؟ يأخذ شوية لا بأس. هل ما زال تستخدم لليوم بعض إلى الآن بعد نستخدم القذوع زمان من زمان أجدادنا بعدين نستخدم هذا وخذينا الورث من أبانا ما زلتوا؟ ما زال نحافظ عليه ونسوي هذه الأعمال. حلو جميل نشوف قبل لا نوصل للقذاعة هذا طبعا مساك الله بالخير نور السرور ما شاء الله عليك صالح كم ساعة ونص ساعتين ما شاء الله بريك تقريبا ساعتين كذا تقريبا اي نعم ساعة ونص يعني كذا أهل هذه الغرفة البسيطة أبوي ما شاء الله عايد لو تعطينا صورة هذا الابن وهذا الأب تعلمها من وين؟ من عند الأب هذا كله موجودين إن شاء الله تعلم الأولاد إن شاء الله كم أولاد عندك؟ إن شاء الله تعالى اثنين ما شاء الله تربون في عزكم إن شاء الله ويبارك فيهم كلهم إن شاء الله يا رب إن شاء الله الوالد حلوة عجبتني أنا الابن موجود معك وحريص أن الابن يكون معك نشارك إن شاء الله كذلك نشارك على كل حال سنة هذه الورثة أن الأم ما تروح علينا إن شاء الله تكون من أب إلى جد ومن جد إلى أب إلى ابن إلى ابن إلى ابن إلى ابن هنا تعبك لما تعلم ولا ها لا
لا ما يتعبني. ما تعبني ابدا ابدا انا تعلمته من ابي. ولا هو لما علمته ما تعبني. ما تعبك؟ لا الانبياء هو بيائي هو ثابت في العمل. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. وايضا الصاروج العماني راح نتعرف اكثر على الصاروج العماني. عماني صاروج مساك الله بالخير. هذا عندك صاروج العماني. وش هو الصاروج العماني؟ يمكن المشاهد ما يعرف وش هو الصاروج العماني. يا سيدي العماني هذا انا اصيل وهذا تراثنا زين ونزلت ما في منه احنا. الصاروج هذا شغله قبل يتكون من الطين وبعدين من الطين عاد يشوب. من يشوب يبس. من يبس يجيب الحطب كارية كبيرة زين عليها صف الطبيعة. هو واجد في انه القلاع والحصون والآبار زين. ولاية نزوة مشهورة بالقلاع طبعا. الله أعلم زين. وهذا الصاروج شغله شوية كما قد أخبرتك. هذا الصاروج هو أصيل ولو يكون هذا التراث نحيه ما لقدان له يكون ما يغيب إن شاء الله. ما يغيب إن شاء الله وموجود إن شاء الله. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام بإمكان الواحد أن يستمتع ويتعرف أكثر هنا طبعا في هذه المسابقة الجميلة اللي تحافظ على هذا الموروث الجميل. هنا طبعا دباغة الجلود. طبعا دباغة الجلود موجودة في كل ولاية وكل ولاية لها طريقتها. مساك الله بالخير. الله بالخير والنور. كيف حالك؟ العافية. دباغة ما هو زي ما بقوله هذا الجلود هذه ملهبة مشان مع النار تو كذا. ايوه. وهذا مال اللبن مال صن مال المي يشلوه يشربوه فيه المي. ايوه حافظ عليه. حافظ عليه. وهذا مال اللبن. كيف تميزها انت الحين لما الواحد ياخذ هذه يميز يفرق بين هذا الماي واللبن وهذا انت تفرقوها ولا انت تميزها؟ هي متشابهه تقريبا. ايوه في شبه الصراحه لكن يعني اللي يعرف لها ما في اخطاء. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. وايضا يا سلام صناعه النيل. يا سلام. عاي تعال قرب الكاميرا هنا ومساك الله بالخير. يعطيك العافيه. الله يبارك فيك. والله يقويك ان شاء الله يا رب. الله يبارك الدنيا ان شاء الله. الحين نحن عاد لو تعطينا الكاميرا بس نشوف وش الموجود داخل. هذا موجود النيل. ها؟ موجود النيل اللي اظلم. اظلم هذا موجود اظلم. هذا نوع. هاي هناك نحطه نضربه ضرب. هذا نضربه ضرب بعدين اربع ساعات نضربه بعدين عاد يخرج بعدين ندحقه من ذاك الجانب ندحقه ماي ندحقه ماي بعدين يجي عاد محصوله عاد هذا يجي محصوله بعدين وصلنا بصير مثل وصلنا لهنا. هذا عندنا وصلنا هذا نوصل لين هذا هذا وصل عاد حطه ندحقه من هنا الماي ندحقه من هنا الماي الماي برا برا ويجي المحصول تحت. صحة والعافية. صناعة النيل يمكن كذب على شكل سريع نتعرف عليه. السعفيات موجودة. مساك الله بالخير. أخاف نوصل لك. مشاركتكم اليوم ما شاء الله مجهزين كل شيء ولاية نزوة اليوم. يعطيك العافية. يلا شبارك يلحق بخيره. يا حي الله. السعفيات اليوم ما شاء الله كثيرة ما شاء الله. أيوة الحمد لله. كيف السعفيات اليوم؟ زين. هذا نشتغل تبعه اللجنة عدت اليوم ولا ها؟ اللجنة عدت عليكم بعد ما خفت. ان شاء الله بتجيكم. ان شاء الله بيعجبها الشغل. شغل كثير حلو ما شاء الله. عرفنا على هذا. هذا اللي بورقة. ايوه. وهذا مركب مال اول. وهذا بريق مسوينه انا هو وذاك بريق وكوبات. هذيك مدلاه كامل. ايوه كامل فناجينه وكوبه وصحن. وهذا سفينه. ايوه نبحر فيها انا. ايوه يعطيك العافيه. يعطيك يلا بالتوفيق ان شاء الله. مشاهدينا الكرام مثل ما نشوف طبعا قسم السعفيات الموجود بهذه اللقطات. وبامانه اليوم ولايه نزوة ما شاء الله جدا رائعه. نحاول نوصل طبعا معروفه عمان الحبيبه بصناعه الحلوى. والحلوى دائما لها مذاق في كل ولايه مختلف. وطبعا كل واحد يزيد البهارات واللمسات واللي عنده وكل واحد له خلطه تختلف عن الثاني. كل واحد له خلطه سريه ما يخبر فيها الثاني.
السلام عليكم. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. يعطيكم العافيه. الله يحييك. خلينا نروح عند الوالد. يا سلام، شوف عايد اعطنا هذه الصوره قبل لا ناخذ اي تفاصيل هني. شوف شوف مهرجان صلاله 2015 ونزوه موفقه نزوه ان شاء الله. امين ان شاء الله. يعطيك العافيه. الحلوه دائما كل واحد له لمساته اكيد وله حركاته. نعم. واليوم ما شاء الله معك اولادك. نعم. اللهم صل على محمد. اللهم صل. كذا نحن نريد، نحن الموجود الحمد لله في عمان فيها الخير وفيها البركه والحمد لله. ما دام الابناء يتعلموا من عند الاباء فهذه اكبر نعمه. اكيد اكيد الحمد لله رب العالمين. تحدث عن الحلوه. تفضل. الحلوه دائما كل واحد له لمسته وله. نعم. لمساته مختلفه. نعم اكيد. نعم تفضل. عرفنا اعطنا اليوم الحلوه ايش هذه؟ والله اي نوع حلوه؟ اي نوع اي الحلوه؟ عده انواع من الحلوه. والحلوى فن وذوق وأصاله رومانية. وجئناكم من نزوة، نزوة الأصيلة إلى الأصيلة صلالة. جئنا ملبين الندى. والشاعر تحكى عن نزوة معجبا بها، قل نزوة الأصيلة مهد الكرم الجود فيها وأهل الشيم. ونعم بهل نزوة ونعم والله صح لسان. نعم. صح لسان الشعب. امين ان شاء الله. بس نعم. بالنسبة للابناء مسيك بالخير. الله يمسيك بالنور. ما شاء الله شاد الهمة اليوم. كذاك ان شاء الله. تعلمتها ولا تلفها بس؟ والله تعلمنا من الوالد اول شيء. الله يطول عمر الوالد، عندما يغيب الوالد بامكانك تسويها؟ اكيد ان شاء الله، احنا والاخوه كلنا متعلمين من الوالد. من عنده؟ ايه نعم. كلكم متعلمين ولا كل واحد له لمسته غير؟ لا كلنا متعلمين من الوالد. افضل منه ولا؟ لا هو الافضل اكيد. العافيه والله يسلم يا رب ان شاء الله. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام الحلوه العمانيه وصناعه الحلوه العمانيه ومشاركه ولايه نزوه اليوم في مسابقه الولايات. طبعا الماكولات العمانيه الموجوده نحاول نكون قريب منها. القشاط يا سلام. يا سلام على القشاط. يا سلام. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور سرور. انه راح جوعتنا بصراحه. ان شاء الله شيء بحقكم. جاهز القشاط ولا بعد؟ ممكن تاخذ شوي. نعم. كم ياخذ الوقت؟ هذا تقريبا ياخذ يمكن 20 الى 30 دقيقه. الفكره هي تقريبا يعني كذا. ايوه. الجمهور اليوم وايضا ضيوف مسرح الولايات ومشاهدين الكرام اللي لحق على الوقت والشاب موجود القشاط راح طعم لذيذ صراحه. واللي حاب يتذوق ويستمتع هنا في مسرح الولايات الكل معزوم اليوم. وجبات اكلات يعني اشياء كثيره حتى من الفنون العمانيه راح يستمتع وهو يستمتع بهذه الوجبات والاكلات العمانيه المقدمه هنا في مسرح الولايات ومشاركه ولايه نزوه. فاصل فلا تروحون بعيد. زميلنا عامر وحوراء طبعا في الاستديو ولا تروحون بعيد بعد الفاصل. شعب العماني يا سيد السلطان، شعب العماني يا سيد السلطان، هم رجالك ويدعو لكم بالخير. Oh,
تواجد هنا في مسرح الولايات. ولاية نزوة اليوم آتية برائحة تراثها الأصيل الرائع، يعني من خلال أيضا هذه اللقطات اللي نحن نشاهدها من خلال مسرح الولايات، شاهدنا بعض الفنون الجميلة، وبالفعل هي تحاول أن تجسد هذا الموروث العماني التقليدي التي تشتهر بها الولاية. من مسرح الولايات أيضا المرأة لها النصيب الأكبر في المشاركة في مثل هذه الفعاليات الرائعة. راح نتعرف أيضا على الحرف الموجودة هنا بكل قرب مع المرأة. كيف حالك الوالدة؟ الحمد لله رب العالمين. الوالدة ممكن تعرفينا عن هذه الحرفة وإيش اسمها؟ هذا اسمها السفة. السفة؟ أيوة. في إيش تستخدم هذه الحرفة؟ بالخوص. الخوص؟ أيوة. في إيش تستخدموها بالضبط؟ التمر. التمر بس؟ هي حال التمر والسكر الأحمر والشوي. الشوى بعد؟ أيوة. طيب الحين أنت جالسة تسوي السفة، كم يوم تاخذ منك لحد ما تخلصيها؟ تخلص بسرعة ولا لا؟ تاخذ يومين ويوم حد يجلس يوم ويوم يكون ما حد جالس تاخذ يومين. ما شاء الله هذا كله تخلصيه في يوم؟ إيه يوم يكون حد جالس لها. في حد يساعدك ولا؟ إيه يساعدني البنات. ما شاء الله، يعني أنت معلمة البنات هذه الحرفة. هي الحمد لله رب العالمين. شكرا شكرا لك الوالدة. ايضا راح ننتقل الى حرفة اخرى وراح نتعرف يعني على الحرف الموجودة هنا في مسرح الولايات. كيف حالك الوالدة؟ حالي. وش مسوي اخبارك؟ هذا خيط. وش اسم هذه الحرفة؟ هذا خيط خيط هو نمونة. هذا بين شكاك يعني مملولو. فايش تستخدم؟ فايش تستخدميها؟ خدمة هذا من شان ازرار. عشان الملابس؟ ملابس. بس الملابس العمانية؟ ايه. جميل حلو. يعني أيضا هنا بعد نلاحظ هذه مثل ما نقول للبنات. كيف حالك الوالدة؟ الحمد لله. أخبارك؟ الحمد لله. وإيش مسوية؟ أسوي كمية عمانية. أسوي الكمة العمانية؟ أيوة مال الأطفال. للبنات هذه صح بس؟ كله يستوي. حتى الأولاد يقدروا يستخدموها؟ كل يوم حول يوم عيد ميلاد. حال الحول حول ما شاء الله. روضات مدارس من الروضة يلبسوا إياهن. إيش تستخدمي فيها؟ إيش بالضبط هذه الخيوط؟ إيش اسمها؟ الكمة العمانية هذه. العمانية. أيوة. هذا الطفل يلبسها كذا هو يلبس إياها ويزار منه ويوم يدور يرقصة تلاقيها تصير كنوه هنا. وكم يوم لحد يعني متى تخلصيها؟ تاخذ عندك من عندك مده ولا لا؟ كل يومتين يوم يكون ما جالسه يكمل اربع او خمس. على الراحات يعني على كيفك، متى ما تريد تخلصيها تخلصيها. يقول لي باغي اسوي له قدر 20 10 باغي 30 اسوي لهم مده شهر. ايوه. شكرا. اذا مشاهدينا يعني نحن تعرفنا على بعض يعني الفنون الجميلة المتواجدة هنا في مسرح الولايات. الحين أعزائي راح ننتقل إلى الاستديو إلى عامر لنختم أيضا البرنامج، وإن شاء الله ملتقانا غدا في فقرات جديدة وممتعة. لك تحية ود من كل الأنام، الأماني وانقذت السحام، يا سليل المجد يا ابن الأكرمين. حققت الأماني وانقذت الزمان، يا سليل المجد يا ابن الأكرمين. Let it out.